وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، عقد اجتماع بحضور سموه بين كل من معالي رئيس وزراء تايلاند الجنرال برايت شان أوتشا ومعالي السيد عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلاله الاتفاق على تقوية العلاقات السعودية التايلاندية وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين بما يدعم مصالحهما المشتركة. هذا وقد أعرب معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند ومعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على مبادرة سموه للعمل على الانطلاق بمرحلة جديدة للعلاقات السعودية التايلاندية بما يعزز التعاون بينهما ويدعم التقارب ويحقق المصالح المشتركة. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التعاون الخليجي الآسيوي مطلوب في هذه المرحلة الهامة نظرا لما تمثله مملكة تايلاند في رابطة دول الآسيان وما تشكله المملكة العربية السعودية الشقيقة من ثقل خليجي وأقليمي وعالمي، وأن التقارب بينهما يزيد من الترابط والتعاون الآسيوي. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعالي رئيس وزراء تايلاند ومعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة قد عقدوا اجتماعا على هامش القمة الآسيوية الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي، تم فيه بحث القضايا التي تهم المنطقة وما من شأنه تعزيز التقارب الخليجي التايلاندي والسبل الكفيلة بتحقيق وثبة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند بما ينعكس إيجابا على الدول الخليجية والآسيوية. وقد أعرب معالي رئيس وزراء تايلاند عن بالغ الامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووجه الشكر لسموه على مبادرته بترتيب هذا اللقاء الذي يعكس الحرص الذي يبديه سموه لتعظيم المصالح المشتركة التي تحفظ مسيرة التعاون الآسيوي عموما والخليجي الآسيوي خصوصا، فيما أشاد وزير الخارجية السعودي بمبادرات صاحب السمو رئيس الوزراء لتعزيز التقارب بين الدول، مؤكدا أن حكومتي وشعبي البلدين سيسعدان بإعادة آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة تايلاند الصديقة. وقد تم الاتفاق في ضوء مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تكثيف اللقاءات السعودية التايلاندية بالشكل الذي يرتقي بالعلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين إلى مجالات أرحب.